بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي، طلاب الصف الثاني عشر لمادة التربية الإسلامية. ها نحن طلبتي نلتقي معكم من جديد للحديث عن الموضوع الأول من الوحدة الثانية للأسبوع الخامس، والمعنون بالقصص القرآني. في هذا الدرس طلبتي يجب علينا أن نتعرف على مفهوم القصص القرآني، وعلى أنواع القصص القرآني، وما هي الأهداف من القصص القرآني، وما هي خصائص القصص القرآني، وهناك نماذج، وفي النهاية الاعتبار والعبرة مما جاء في القصص القرآني. طلابي، في الخريطة المفاهيمية والتنظيمية يجب علينا أن نتعرف على المفهوم، على الأنواع والأهداف والخصائص والنماذج. فإذا ما انتقلنا إلى مفهوم الخصائص، نقول قبل هذا بأن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، هو كلام الله عز وجل المعجز الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحيا مفرقا بواسطة سيدنا جبريل رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، وهو المتعبد بتلاوته والمنقول بالتواتر. أما عن مفهوم القصص فهو أسلوب قرآني استخدمه القرآن في الإخبار عن الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام، وأحوال الأمم الغابرة والعابرة، والحوادث التي وقعت في الماضي. إذن القصص القرآني هو أسلوب استخدمه القرآن الكريم حتى يخبرنا عن الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام، وعن أحوال الأمم التي سابقة كقوم لوط وعاد وثمود وغيرهم من الأقوام السابقة العابرة، والحوادث التي وقعت في الماضي. ولذلك جاءت القصص القرآني على نوعين: قصص للأنبياء، وقصص الأمم العابرة. وقصص الأنبياء تضمن هذا النوع، أو تضمن هذا النوع دعوة الأنبياء لأقوامهم والمعجزات التي حدثت على أيديهم. ومن الأمثلة على هذه القصص قصة سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى والأنبياء جميعا. القصص العابرة للأمم يتضمن هذا النوع جانبا من أخبار الأمم العابرة ومصائرها، مثل قصة أهل الكهف وقصة ذي القرنين وقصة أصحاب الأخدود وقصة أصحاب الجنة. إذن طلابي، ننتقل لأهداف القصص القرآني. هو من أجل تثبيت قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليتحملوا ما كانوا يلاقونه من أثناء تبليغهم للدعوة من المشركين، وأيضا إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه، لأن النبي لم يكن يعلم عن أخبار السابقين بشيء، ولكن جبريل عليه الصلاة والسلام هو من أخبر بأمر من الله عز وجل، وأيضا الاعتبار من الحوادث السابقة. فالقرآن الكريم يذكر قصصا لأخذ الدروس والعبر والاستفادة مما أصاب الأمم السابقة. أيضا طلابي، هذا الدرس من الدروس الجديدة في مادة التربية الإسلامية للكتاب الجديد، لذلك يجب عليك أن تنتبه بحول الله وقوته على موضوع النقاط الرئيسية في الدرس كما ذكرنا، وأيضا عن الخصائص، فمنها الواقعية، ومنها الاقتصار على العبرة، ومنها أيضا للتكرار. هذا طلابي مجمل الحديث عن موضوع للأسبوع الخامس، وهو القصص القرآني. راجيا منكم المتابعة، على أمل اللقاء بكم بحول الله وقوته في الأسبوع السادس. دمتم برعاية الله، على أمل اللقاء بكم. شكرا طلابي الأعزاء.